بسام شكرا على قبول الدعوة. شكرا على الاستضافة وتحياتي لكل مستمعي راديو ماد. مرحبا. خلينا نرجع ربما على آخر التطورات هكا بعيدا شوية على الاقتصاد. خممت وبدرت بالترشح على رأس قائمة مستقلة في صفاقس. صفاقس 11 سنين. قائمة مستقلة تحت اسم يد واحدة. كانت تجربة مفيدة حق. تعرفت فيها على برشا ناس. اكتشفت وجه آخر في المجتمع التونسي لحقيقة الأوضاع في ولاية صفاقس كذلك، واللي تختلفش ياسر على بقية الأوضاع في الولايات الأخرى. كانت تجربة استفدت منها الكثير، تعلمت فيها برشا. الاحتكاك مع جميع الطبقات والشرائح المجتمعية زاد كيف كيف، تعلمك دروس، تيقظك العديد من المشاكل اللي ربما كنت تسمع بها أو تشوف وتعرف أنها موجودة لكن تعرفش العمق بتاع المشاكل هذيك ومعاناة بعض الطبقات المجتمعية في حياتها اليومية. يعني أنت ما تعرفش الحفارة أو السلطنية أو الربوع أو نسمع بنيانة، يعني عندهم ظروف قاسية جدا جدا. وكل العمادة أو معتمدية تزورها تعتقد هي بيدن ومشاكلها مختلفة على الاخرى، بينما المشاكل كلها تقريبا كلها. علاش حاولت انك تجمع بين ادارة الاعمال وبين رجل الاقتصاد ورجل السياسة؟ شو حبيت بالتجربة هذه سي باسم؟ انا التجربة كانت الهدف منها هو بلورة بعض الافكار وبعض المقترحات اللي اشتغلت عليها في المجتمع المدني، خاصة في موضوع الجمعيات في ال4-5 سنوات الاخيرة، الى واقع، الى برامج عن طريق مساهمة في صلب مجلس النواب، في نص التشريعات، في الضغط على الحكومة الجاية ان تضع البرامج هذه في البرنامج الحكومي متاعها ومتابعتها عن طريق مجلس النواب. لانه لاحظنا انه المجتمع المدني مهما كانت النية ومهما كان المجهود في الاخير يقعد مجتمع مدني وما عندوش سلطة، ما عندوش سلطة او قوة الضغط الإيجابي على الحكومة والوزراء في تحقيق العديد من هذه البرامج والأفكار. حبينا عن طريق هذا كان نفيد، وطبعا حبيت أن تكون مبادر بولايتي الأصل من صفاقس، حبيت تكون البداية من غاديك. على كل حال ذول الرسالة وصلت. من المؤكد أنه في المنظومة الحالية الأحزاب عندها أكثر حظوظ في الترشح و في التغطية في العديد من الأشياء اللي اكتشفتها في التجربة. تحكي لكم ظروف نجاح؟ ظروف نجاح أكيد. اليوم المعاملة، معاملة ليزي مثلا للقائمة المستقلة أو القائمة الحزبية تختلف من ناحية مثلا. القائمة المستقلة كل شيء يطبق عليها، القانون وبيح هذا فيري هي يطبق قائمة المستقلة. قائمة الحزبية العديد من الأشياء تتعدى مثال لباس متعدى مثال. أعطينا مثال مثلا، نعطيك ما حكيت موضوع السبونسورينغ. السبونسورينغ متاع الباج والواحد، ما فماش يظهر لي قائمة حزبية في كامل تراب الجمهورية ما عملش سبونسورينغ ولمدة الفترة الكاملة متاع الحملة. ونوهنا بها ذا والفتنة نظر لزيرة قائمة مستقلة، احنا والقائمة المستقلة الأخرى، يا بوك يعني يخرج سبونسورينغ يجي محضر في ليلته في الساعة في الآونة اللي يخرج فيها سبونسورينغ يجي تنبيه وبيفي ومحضر وحولناه الوكيل الجمهورية. واحد ثاني حاجة المعلقات وسمهم اللي باش والواحد. القائمة المستقلة ممنوع علينا مش نعلقوا وننشروا الصور متاع القائمة متاعنا واللوجو، بينما ندور في صفاقس كاملة قائمة ممنوع. سيدي قائد اللي زي في صفاقس قالت لك ممنوع، بينما احنا ندوروا في كل المناطق. تحكي على الكراهه بالكش لابياج تاع الكراهه؟ لا لا، لابياج هذاك العديد ما عملوا ذاك خرق للقانون. لا لا، نحكي لك على بوندرو. بوندرو ما تعلقش ممنوع عليهم. لا لا سيدي، في جاونا 48 ساعة قبل غلق تاريخ الحملة قال لك اي ميساج برا علق، بينما منعوكم في الاول. اي من الاول حتى نهار 3 اكتوبر ممنوع علينا. به دونك كنت عاود التجربة تعاودها ممكن من باب دخولك وانتمائك لحزب سياسي؟ ربما، إلا إذا كان لقيت ربما نشاط مجتمعي آخر اللي ما ياخذ برشا وقت مني ونجم يفيد البلاد ونجم نحقوا به الهدف، لأنه الهدف مش السياسي، الهدف أنه الأفكار والبرامج والمقترحات توقعها إلى واقع. رجل اقتصاد ومستثمر عنده تجربة بيان ايفيدامون
وشنو ينجم يقدم للسياسه؟ شنو ينجم يقدم للوضع الاقتصادي موجود اليوم؟ الـ الـ الافكار اللي تكون عاده براغماتيه، افكار تطبق على ارض الواقع مش حبر على ورق و يعني لاحظت وبرامج جاي مستمط من البلانيت مارس. لا، الرجال الاعمال ينجموا يقترحوا اشياء ويفيدوا بالتجربه نتاعهم في سن القوانين وفي حتى البرامج الاقتصاديه اللي حقيقه تطبق على أرض الواقع ومش تكون مجرد خيال أو برامج مستنبطة على ربما أنظمة أخرى أو مجتمعات أخرى. ثانيا، كسبنا علاقات خارجية خاصة في المجال الأفريقي اللي تنجم نوظفوها للحكومات الجاية وللاستراتيجية الأفريقية وحتى في شمال أفريقيا اللي تنجم تفيد الاقتصاد التونسي، ينجموا منها ومن خلالها نبلوروا حقيقة رؤية أفريقية، استراتيجية أفريقية على مستوى الحضور الدبلوماسي، العلاقات على مستوى فتح الخطوط البحرية والجوية، وهذا بالتعاون مع وزارة التونسي. نرجع هذوما يمكن على مستوى أولويات عمل الحكومة. أما خلينا في الكونستا اليوم، نحكي قبيلة في اللوف قلت لي سي باسيم وأنه البلاد براتيكمون من ماي واقفة. بالضبط. كيفاش؟ ملي انطلقت الحملة الانتخابية الرئاسية وبعدها مباشرة التشريعية وخاصة بعد وفاة الرئيس الراحل سيدي قائد السبسي وتم الإعلان على انتخابات رئاسية مبكرة، تقريبا البلاد وقفت منقالة وقفت. رجل القرارات، رجل القرارات الكبرى بالنسبة للمشاريع، بالنسبة للقرارات تهم الصفقات العمومية، بالنسبة حتى الناس نفسية متاع الناس تقريبا وقفت تماما. استناوا فيما بعد الانتخابات على مستوى الاستثمارات الداخلية والخارجية، الناس ولا تستنى ايش ماشي يصير من بعد، شكون مش يحكم، شكون جاي، شوما السياسات اللي مش يجي ومش تتبلور من الحكومة الجاية الجديدة. بالناس وقفت، الناس زادت تستنى في القانون المالية 2020 ايش ماشي يجيب من إضافات، ايش ماشي يثقل على كاهل الشركات، شنو تأثيره على مستوى الاستثمارات، زاد كيف الناس تستنى في هذاك. أما يجي بسيكوز الناس تستنى فاش كما قلت لك، تستنى شنو المنظومه الجديده، شنو الحكم الجديد، شنو باش يصير استقرار وعلى مستوى القرار على مستوى الاداره. تقريبا شلل تام للاداره التونسيه، صفقات عموميه، كل شيء واقف. سفيان بفرحه تفضل. ثم جوج مسائل نحب نرجع عليهم. اولا في صفاقس وفي سوسه في مناطق اخرى، ثم تراديسيون تاع رجال الاعمال يدخلوا في الاحزاب. شفناهم في النهضه، شفناهم في النداء، شفناهم في تحية تونس، في البديل التونسي وغيره. شو تقييمك لهذه التجارب؟ هل انت قلت هذوما ينسهروا في الاحزاب يوليو يدافعوا على برامج الاحزاب ما عندهمش رؤيه براغماتيك اللي كنت تحكي عليها سيادتك؟ وذاك كان خطابي في الحمله، انه الناس اللي تطلع على جهه معينه ومتحزبه ويكون الحزب هو اللي رشحها وما ترشحتش، كيقولوا احنا بدايه ودافع على برنامج معين، عاده تنسهر وما تنسى الجهه اللي طلعت عليها وما تدافعش عليها وما تدافعش على البرامج او المشاريع في الجهه هذيك. وهذا معقول جدا، معناها هذه ذولي طبيعه الوضع الحزبي بشكل عام، الا اذا كان عنده موقع في القياده في الحزب هذاك، موقع كبير يخليه ياثر على الخط العام نتاع الحزب والتوجه العام نتاع الحزب، يخليه انه ربما يجيب او ياثر على المشاريع في الولايه نتاعو. المثال واضح، الخمس سنين الاواخر رجال الاعمال اللي طلعوا الاحزاب شكون فيهم نهار دافع على مشروع في المنطقه نتاعو ولا على منطقته، كسوا كما قلت انت صفاقس ولا سوسه ولا غيرها، من شكون اعطيني من رجال الاعمال اللي طلعوا في خمس سنين كاملين من العهد اللي انقضت هذه، سمعتوا نهار يدافع على مشروع المنطقه نتاعو؟ حتى ثم كذلك نسهروا في المشروع الوطني، معناها ينسى الجهه، ينسى الجهه وربما ما عندوش، وطلع اصلا ما كانش عنده تصور للجهه نتاعو، ربما كان دخل رئيس قائمه في حزب، المشروع العام المشروع الوطني نتاع الحزب ما كانش مدخلش على مشاريع جهوي خاصه للجهه نتاعو. بالنسبه كذلك احنا عندنا تجارب نتاع حكومات في تونس متعاقبه منذ خلينا نقولوا 200 سنه، لكن بعد الاستقلال عندنا عديد رؤساء الحكومات اللي جاوا، وعرفنا فتره الحق كانت صعبه ياسر اللي هي فتره السي احمد بن صالح انذاك، ثم جاء رجل وجاب رجال الاعمال معاه.
اللي هو سيد هادي نويرة. ويعتبر سيد هادي نويرة هو أحسن رئيس حكومة عرفناه في تاريخ معناها في تاريخ تونس وعلى الأقل في التاريخ المعاصر امتعنا. هل أنك مع أنه اليوم يكون ثم رجل اقتصاد وش يقولوا رجل أعمال؟ لأنه سي الهادي نويرة هو محامي وكان نقابي زادا وكان غوفرنور لابانك سنترال وشد التخطيط وغيره، لكن ماهوش نوم دافير بمفهوم الكلاسيك. هو ما كانوش ديزوم دافير في الوقت هذاك بعد الاستقلال ما كانوش، والدولة تسند فيهم. لكن البعض يقول اليوم مهما كانت النتائج الأحزاب المصحتها باش يجيبوا راجل اقتصاد عنده رؤية الاقتصاد لإعادة البناء لإعادة الهيكلة باش يعمل لي ريفورم دو ستركتور وغيره. هل أنت من المناصرين للرؤية هذه؟ بالتأكيد ما نجمش نكون عكس الفكرة هذه. اعتقاد أنه الفترة الحالية اللي نمروا بها تو هي فترة اقتصادية بنت يأس. خمس سنين ونحكيوا على الدستور، خمس سنين نحكيوا على التوافق، خمس سنين نحكيوا على الإصلاحات اللي ما تموش. أي إنسان متحزب اليوم مش يكون عنده ربما تردد على القيام بالإصلاحات أو الإقدام على الإصلاحات الكبرى اللي مطلوبة. إذا كان إنسان رجل اقتصاد عنده رؤية وعنده برنامج وتكون عنده أكيد حزام سياسي اللي عن طريقه ينجم يعدي القوانين، نجم يعدي الإصلاحات هذه اللي ما لا وراءه الإصلاحات. احنا نقول إصلاحات كبرى، ساعات الناس تتخيلوا أن إصلاحات كبرى ما هي إصلاحات قرارات موجعة وتأثير على الاقتصاد مش يكون سلبي. لا لا، الإصلاحات نجم تمر على مراحل. الإصلاحات الكبرى فيها أولويات وفما أشياء للمواطن التونسي العادي ربما ما يحسهاش. الإصلاحات الكبرى فما اليوم فما شركات وطنية ما عادت الهيكلة متاح اقتصاديا، سواء اللي مش تنطلق من اول جديد في احسن ظروف او ربما لتخصيص جزء منها فتح البي بي بي ينجم يكون جزء من الحل. البي بي بي في الوضع الحالي لتونس البي بي بي خلينا نفسره معنى الشراكه بين القطاعين العام والخاص. البي بي ينجم يكون حل من الحلول لكن ما يكونش هو الحل الوحيد. ولكن توا انتوما مثلا كمستثمر من برا تشوفوا انه بعض المؤسسات الاقتصاديه العموميه ذات الصبغه العموميه واللي ما عادش عندها قدره تنافسيه لو كان يقع ضخ بعض الدماء من قبل معناها مستثمرين من تونس ولا من برا معناها. فما تقريبا 10 شركات حكوميه اللي تدخل في البوابة. نعطيك زوز ثلاثه، نعطيك تونيسير، نعطيك ريجي دو تابا، اي الجمرك، الجمرك هذا تنجم تقول لاسيتيان ستين زادة ستين. عندك يعني مؤسسات ما عادش عندهم قدرة تنافسية في ظل هالمشكلة ويأثروا على الاقتصاد التونسي ويأثروا على ميزانية الدولة يستنزفوا. وانا مثلا تونيسير تجاني علاش البارح بالك عملت علي ديدون لانه تونيسير بالنسبة لينا سينوتر بورت درابو مش كان في الاوروب لانه الاوروب فما تنافس كبير. بالنسبة لافريقيا تونيسير هي البوابه نتاعنا دخول الافريقي الافريقي. اذا كان ما عندناش تونيسير وما عندناش هكا الدراب وهكا الغزال اللي طاب في المطارات الافريقيه مش نجموا احنا نجيبوا بها التلامذه اللي يقراوا في تونس ونجيبوا بها السياحه الاستشفائيه ورجال الاعمال نتاعنا يتنقلوا باعتزاز وبفخر كما العديد من الشركات الاخرى كما الرام المغربيه. فما شكون يقول لك الرام اليوم التركي دخل المطار لا تراك دخلوا الافريقي بتركيش ايرلاين. نحبوا نكروا المغرب ربما دخلت بالرام البنوك، تركيش دخلت بالخطوط التركية ما عندهاش بنوك. وإحنا باش دخلنا؟ إحنا كان عنا رصيد مهم جدا اللي هو التعليم العالي والناس اللي قرات الأفارقة والأخوة الأفارقة اللي جاوا قراوا في تونس وروحوا وخذوا مناصب قيادية والبعض منه صار رئيس دولة والبعض منه وزير أول. كان رصيدنا هذا، كان رصيدنا بورقيبة، كان رصيد الناس اللي جات وتعالجت في تونس تطمن بالطب التونسي. عندنا رصيدنا كذلك المهندسين التوانسه اللي مشاو وفتحوا مكاتب نتاع دراسات وهندسه في العديد من في البلدان الافريقيه ونجحوا وحققوا نجاحات كبيره واعطوا فكره طيبه للخبرات التونسيه. هذوما الكل كانت مكاسب وكنا نجموا نبنيو عليه وهذا اللي حاولنا احنا في الاربع سنوات الاخيره نبنيو عليه في مستعمل التونسي الافريقي. هالمكاسب هذه اللي ما تضمحلش في 24 ساعة بالعكس حبينا نبنيو عليها. الليبيليه موجودين نتاع موجودين ندخلوا لافريقيا موجودين موجود. اليوم الخطة واضحة حبينا انه الخطوط التونسية تواصل في الاستراتيجية اللي أعلنت عليها من 3 سنوات تقريبا وانت كنت معنا في فتح الخط مع كوتونو وقبلها جيني كوناكري العديد من الخطوط. كان ناخذوا النقطة هذه بالذات حقنا سؤالين في سؤال.
اولا ناخذوا الشركات الوطنيه الناقله، راه بخلاف النقل نتاع البشر ثم النقل نتاع الافراد. تونسال دخل اكثر من مليار دينار سنويا ولا حتى ستين. المغرب مثال، تونس والجزائر مازالوا شادين في الشركات الوطنيه الناقله باعتبار عندنا كذلك جاليه كبيره البراء. المغرب سلموا، لكن كذلك كان يدخلوا فيها الاجانب غدوه البرودوي نتاعك باش تصدروا يولي يعمل لك رسوم جمركيه كبيره. ثم اللي متخوفين من هذا يقول لك نزيدوا نصلحوا نزيدوا نقويوا الاسطول نزيدوا، كانوا عندنا 7 و8 بطوات وعندنا كان 2 و3 معناها في ستين ولا كيف هل كيف الدوله عندها امكانيات لهذا؟ فوالا. ثاني ثاني حاجه بالنسبه لل انا كنت مع سيادتك انت لما عملوا الخط نتاع كوتونو لانه استدعوا بعض الصحفيين انذاك، كانوا بالنسبه للتونسات ما ثم كان افريقيا الغربيه. اليوم ثم الكوميسا انت تعرفها مليح، افريقيا معناها القرن الافريقي وذيك الافريق اوسترال وغيره، اللي يلزم نعملوا خطوط. المغاربه عندهم تقريبا 40 خط ديريا 30 ولا اكثر خط في رفلات وفي باساجي. وحنا كعملنا ليني باغ اكزومبل تونيزيا نتاع كندا في عديد الافارقه يستغلوا فيها تو فيها كاتر فواياج وديما معبي قبل قالوا ان ديني وشنو في الزاديتي نتاعها. يعني ما تعرفش سيادتك وانه ممكن كذلك نحافظوا على النقل الوطني، واذا كان دخلوا العثمان الوطني ولا ندخلوها في البورص، وفي نفس الوقت نعملوا معناها ديفرسيفيكاسيون دي برودوي. تونس خرطوم اليوم انت كنت حاضر مع الكوميسار كي جاو عملوا معاهم اتفاق في تونس وغيره، لكن يعطيني النقل الوطني باش تهز لك السلعه وتهز لك رجال الاعمال وتهز لك الخبرات. أنا يا حبذا لو كان الدولة عندها الإمكانيات المادية أنها تواجه كل هالمشاكل هذه والصعوبات المادية متاع الشركات القومية وحدنا، يا حبذا بالعكس ماذا بينا تونسير تقعد ملك توانسة 100% وتكون هي كما قلتك البورد درابو. لكن اليوم الوجهات خيرة، مجال الصحة، مجال التعليم العالي، النقل العمومي. هل الدولة اليوم في 2020 قادرة أن تفتح الشوانط هذه كلها فرد وقت؟ هل ممكن احنا نستناو عامين وثلاثة واربع سنين أخرين حتى تقع إعادة الهيكلة متاع الخطوط التونسية وفي الاثناش نعمله؟ اليوم تونسير ماذا بينا لو كان عندها خط على اثيوبيا، عندها خط على كينيا، خط على الخرطوم، على الخرطوم، الامكانيات ما تسمح لهاش، ما عندهاش الطيارات ومش تتكمند الطيارات، تعرف انت 3 و4 و5 سنين ساعات تكري. بالنسبه للفريد طالب نبيه، لانه الفريد بالنسبه للبوردوي اليمونتير الفريد تاعنا لازم ما عندكش واحنا تبارك الله لي بات نتاعنا والعديد من معجون الطماطم غيره مطلوب في افريقيا، ما تجيبش تبعثوا في اي لي بات بصفه عام، ما تجيبش تبعثوا على النقل البحري ما تجيبش. اولا يطول ياسر ويخطر فريت فيا الطيارات ما فماش معناها؟ لا فماش الطيارات، نوعية الطيارات اللي نستعملوا فيها اليوم 737 صغار ما فيهمش، كان مبرمج ان يجيبوا لي 737 اللي فيهم الكارغو، للاسف ما الاسباب ماديه تونسير ما نجمتش توفر الطيارات هذه. ان شاء الله قالوا في 2020 يجيبوا 3 طيارات. هل ممكن يقتصر كذلك دخول القطاع الخاص على الراسمال الوطني مثال؟ ينجم هو راهي كوتي اون بورس تونسير. صحيح. لكن كي نقولوا احنا اعاده الهيكله نتاع الديون نتاعها والبيلون نتاعها ما تنساش على المبلغ الخسائر القديمه اللي فيها، بالتالي زعما ريكونفيرسيون تنجم البنوك تعمل ريكونفيرسيون لا ديت في الكابيتال وتفتح باب راس المال من اول جديد. نستسمحوك فقط لحظات سي بسام لوكي رئيس مجلس الاعمال التونسي الافريقي، تو سويت موجز ماضي الساعه معنا.